كنحس بالحرق في الجهة ديال القلب، درت تخطيط، درت الراديو، مشيت عند الطبيب ديال القلب، ولكن ما كاين والو. الالم في الجهة اليسرى ديال الصدر ماشي ديما كيكون القلب، كاين بزاف ديال الاعضاء والمشاكل الاخرى اللي ممكن تسبب لنا الالم بدون ما يكون القلب. هاد المشاكل الاخرى مثلا بحال الالتهاب في القفص الصدري، يعني في الضلوع ديال الصدر ديالنا، ممكن يعطي واحد الالم بحال الى القلب هو اللي مريض، ولكن كيكون داك الالم غالبا سطحي، يعني غير كتقيس كتحس بداك الالم. كاين مشكل ديال الزونا، يعني الحزام الناري، واحد النوع ديال الفيروسات كيقيس واحد الجذر عصبي، يعني واحد العصبة كتكون في الجنب ديال الظهر على طول الصدر، فهاد الحريق ممكن انه يتركز في الجهة ديال القلب ويظن المريض بانه القلب ديالو وهو راه الحزام الناري. كاين المشكل ديال المصران، حيث المصران الغليظ القولون كيطلع في الجهة اليسرى اكثر من الجهة اليمين، الجهة اليمين حابسه الكبدة، يعني كيبقى غير من تحت الكبد، عاد كيجي للجهة اليسرى ما كاينش الكبد، وكاين غير واحد العضو اصغر من الكبد هو الطحال، داك الشيء باش كيلقى المساحة فين غادي يطلع، يعني في اليسرى كيكون طالع وكيقرب بزاف الجهة ديال الصدر، فملي كيكون دوك الانتفاخات ودوك المشاكل والتمددات ديال العضلة ديال المعي الغليظ القولون، ممكن انه يصيفط داك الحريق للجهة ديال القلب ويظن المريض بانه القلب وهو راه المشكل ديال القولون والغازات. كاين مثلا تكيسات في الكلي او التهابات في الكلي، يعني الكلوه ديال اليسر، هاد التكيسات حتى هما ممكن يعطيو واحد الالام موضعي في هاد الجهه اليسرى، وممكن يقرب الجهه ديال القلب ويحس المريض بانه بحال الى القلب ديالو هو اللي مريض وهو اللي كيضر. هناك سبب اخر ومعروف جدا في العالم وهو التوتر، يعني من شده التوتر اللي كيكون في الجسم، داك الفائض ديال التوتر والشحنات الكهربائيه اللي كتكون في الجهاز العصبي، كيوقع واحد التفريغ ديتشارج، هذاك التفريغ ممكن يهبط على جهه القلب ويسبب الالام اللي كيظن بها المريض ان القلب ديالو هو السبب ديال الالم وهو رغيب سبب التوتر. هادو كانوا العلامات او المشاكل الاخرى من غير المرض ديال القلب. اما بالنسبه الى كان السبب هو بالضبط من القلب، فاخطر الاسباب اللي خاص الواحد يمشي يدوز عليها قبل، يعني ما تفاقم الوضعيه ويولي في حاله اخطر من السابق، كاين تمزق الشريان الابهر ديسيكسيون اورتيك، وكاين التهاب الغشاء ديال القلب، الغشاء اللي داير بالقلب كيولي ملتهب بيريكارديت، انسداد في واحد الشريان كيمشي للريه كيتسمى امبولي بولمونير، يعني واحد الانسداد رئوي، وكاين الذبحه الصدريه، يعني اختناق ديال العروقه ديال القلب انفاركتوس دو ميوكارد. فهادو اخطر اربع حالات ممكن الواحد يكشف فيها على القلب ديالو بالتحاليل تخوبونين التخطيط ديال القلب الراديو باش يعرف السبب ويداويه قبل فوات الاوان. اما كما قلنا في اول فيديو، درت تخطيط، درت الراديو، مشيت عند اطباء القلب كامل كيقولوا لي ما فيك والو، فممكن هاد الاسباب اللي عرضناهم كاملين يكون واحد منهم هو السبب ديال الالم ديال الجهه اليسرى ديالك، وانت مازال كتظن بان راه القلب. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد المعلومات. هذا طبيب الامل، منا الف سلام.